يا جدعان انا كريدت عيب قوي كده. انا بستغل موقفك كده. رئيس الجامعة بقول مفيش اعتصام يا رجالة. ايه رأيكم؟ عايزين نتعلم. انا عندي محاضرة جوه. انا مين اللي ضرب الداخلية ولا الاخوان هم اللي ضربوا؟ يا جدعان مش وقت الكلام ده، احنا عايزين بس مش كناية نصور الاسبوع. يا جدعان كل اسبوع نخش نعمل اللي عايزينه جوه. خليني اخش كليتنا. عاوز اتعلم. انا عندي محاضرة. هو في شو النهارده يوم عادي، في يوم السبت ده الكليه بتبقى مفتوحه اصلا، كريدت بيبقى عندها دراسه، واي طالب بيخش الجامعه عادي يخش، بيخش عادي مفيش اي مشكله. لكن هم النهارده جابوا امن الجامعه كله واقفين جوه الكليه ومش عايزين الطلبه تخش ومنعين الطلبه بالعافيه. احنا زي ما منعونا احنا دخلنا والباب اتفتح وانا لقيت الباب مفتوح، يعني في الاخر الناس اتجمعت عند باب معين، في الاخر الباب اتفتح والامن يعني ما احتكش بحد ودخلنا، الناس كلها دخلت. يعني احنا اولا اول حاجه لازم تحصل المسؤول عن التامين، اللي كان مسؤول عن تامين ميدان النهضه ده والقوات اللي بره، حد يتحاسب على ما على قتل رضا الله يرحمه، والنيابه تتراجع عن اقوالها اللي هي بتبرأ فيها الداخليه. تاني حاجة القوات اللي بره اللي احنا ما نهاش على نفسنا اصلا دلوقتي لازم تختفي من محيط الجامعة خالص وتمشي بقرار رسمي. والطلبة زمايلنا المعتقلين كلهم لازم يخرجوا، ده عشان ننهي الاعتصام. عبد الله الجمل طالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة. النهاردة كنا يعني امبارح يوم الخميس كنا معلنين الاعتصام من بداية من النهاردة، فالكلية جابت لنا امن الجامعة والبوديجاردات و قفلوا كل الابواب ومنعوا اي طالب يخش ما عدا طلاب بالكريديت اورز عشان خاطر بحجه ان هم عندهم دراسه، وقرروا ان هم يستأنفوا الدراسه ولا كان في طالب مات جوه الكليه ولا اي حاجه خالص. ففضلنا واقفين بره الكليه 3 ساعات، كل شويه يقولوا لنا نص ساعه وندخلكم، ربع ساعه وندخلكم، لحد ما طفح الكيل من عندنا وقررنا ان احنا نقتحم الكليه. دخلنا من الباب الثاني بتاع الاتصالات وكسرنا القفل ومفيش اي حد الحمد لله من الامن تم الاعتداء عليه خالص، ولا اي حد من الطلبه تم الاعتداء عليه، ودخلنا جوه نصبنا الخيم بتاعتنا. دكتور جابر جاد نصار كان موجود جوه هنا جوه الكليه وقال ان اي دكتور هيعلن اضرابه هيتخذوا ضده الاجراء القانوني. فالطلبه هتفوا ضده وهتفوا يسقط جابر جاد نصار وهتفوا تسقط الاداره بناء على ان هم يعني ان اداره الكليه ممثله في دكتور شريف مراد عميد الكليه ووكلاء الكليه علي جابر وحنفي الزهيري وعمر عدلي، دول كلهم واقفين ضد حق الطلبه واقفين ضد اعتصام الطلبه واقفين ضد الاضراب وبيعلنوا. ودكتور علي جابر ودكتور حنفي الزهيري قرروا نزلوا عند طلبه كريدت وقالوا لهم ان الطلبه المضربه دي هتتحول للتحقيق وهيتم فصلهم سنه من الدراسه وهددوهم بده، واحنا بنتحداهم ان هم يقوموا بالعمل ده خالص. كان بيان اداره الكليه كان بيحتوي ان من حق الطلبه ممارسه الاعمال الاحتجاجيه السلميه، وعشان كده الطلبه قررت ان هي تعمل اعتصام سلمي وهتعمل اضراب، وهتبقى الحريه الكامله للطلبه اللي عايزه ان هي تشارك واللي عايزه ان هي تحضر. يعني الطالب اللي عايز يحضر ما فيش حد هيجبره ان هو يشارك او ان هو ما يحضرش، كامل الحريه في الاختيار ترجع للطلبه. والنهارده كل النهارده احنا جينا الصبح عشان نشوف الطلبه ونساعدها في الحاجه اللي هي هتعملها في الاعتصام اللي هم هيعملوه، فاتفاجئنا بالقرار بتاع اداره الكليه ان هي بتمنع الطلبه بتاع نظام الفصلين من
تمنعهم من الدخول، وسامحين فقط لطلبة الساعات المعتمدة ان هم يدخلوا الكلية عشان هم اللي عندهم محاضرات النهاردة، انما النهاردة انما يوم السبت بيكون اجازة لطلبة نظام الفصلين. فطبعا يعني طبعا الموضوع ده فيه تناقض كبير جدا ما بينه ما بين البيان بتاع اداره الكليه. المفروض البيان بتاع اداره الكليه بيحتوي ان الطلبه من حقها الاحتجاج السلمي. فانت ازاي انت بتديني الحق دوت في البيان الرسمي بتاعك، وازاي انت بتسلم مني انا الحق دوت النهارده وبتقفل الباب في وشي وبتمنعني ان انا ادخل الكليه في يوم اجازتي عشان امارس فيه الاحتجاج السلمي. طلبه كانوا جم الصبح لقوا الباب مقفول. النهارده مش يوم دراسه للطلبه العاديين، هو يوم دراسه لطلبه الكريدت بس ساعات المعتمده. الاداره منعت اي حد مش عنده دراسه النهارده انه يدخل، بس فضلوا واقفين. احنا فضلنا الدكاتره والمعيدين كلموا الاداره حاولوا يقنعوها بدخول الناس، بس ما عرفناش نوصل لحاجه. بعد كده دكتور جابر النصار كان معدي بعربيته شاف الوضع فدخل يتكلم على الاداره جوه وبدا يتناقش معاهم. المشكله الاساسيه ان الاداره ودكتور جابر رافضين ان يحصل اعتصام، فبالتالي هو سبب ده سبب ان هم رافضين ان الطلبه النهارده يدخلوا اللي ما لهمش دراسه. فاحنا فضلنا في النقاش ده كتير. في الاخر الطلبه دخلوا من الباب التاني، هو باب مش باب خلفي، هو باب تاني. يسقط كل رموز العار، يسقط كل رموز العار، يسقط جابر جدنا الصار، يسقط جابر جدنا الصار، رضا من جوه الكليه، قتلوا كلابك يا داخليه، قتلوا كلابك يا داخليه، بكره نجيب عايش شهيد. انا بقول لك بس بعارف يعني. يا دكتور جابر، في حاله تصميم الطلاب على اعتصام داخل مبنى الكليه، هل رد اداره الجامعه وضابط الكليه؟ الجامعه سوف تطبق القانون على الجميع، وانه الدراسه سوف تبتدئ من الغد لكل الطلاب. اللي عايز يخش المحاضره يخشها، واللي مش عايز يخشها هو حر. مفيش تعويض للمحاضرات. اي استاذ يتخلف عن اداء محاضرته هيطبق عليه القانون بدون عذر مقبول. لا تهاون في انتظام الدراسه. هناك طلبه جايين من شتى انحاء الجمهوريه على اساس يتعلموا. الجامعه لو سمحت النهارده حق العمال، انا مش عارف